القدس. يا أخوتي وأحبائي، نشكر ربنا على هالفرصة اللي جينا لبيته ونقدم الذبيحة الإلهية والصلوات مع بعض. قرينا على مسامعكم بلاد القداس الإلهي من إنجيل لوقا 9 الآية 51 ل 62. في هذا الوقت سيدنا يسوع المسيح راد أنه يبلش الرحلة لأورشليم. فاليهود بهذا الزمن كان يكرهون السماريين، كانوا أعداءهم. ليش؟ قبل مئات السنوات لما المملكة الأشورية استلمت المناطق هناك، الشعوب تخلطوا، ففي قسم من اليهود ما تخلطوا مع الأشوريين وغير الشعوب. هذول حافظوا الإيمان والتقاليد، لكن هاليهود اللي اختلطوا مع غير الناس، هون كان في شوي حساسية بيناتهم. اليهود اللي ما اختلطوا كان يشوفوا هذول من مظبوطين، انه فينا غير دم واتخلطوا واخذوا عادات وتقاليد، فكان في حتى عداوة بيناتهم، كان يشوفوا هذول من طهرين. وحتى كان اتفرقوا من بعض في سنة 1000 تقريبا، هذول بلشوا يعبدون الرب في أورشليم. اليهود اللي ما تخلطوا انه دائما هم كانوا التانين، بلشوا يعبدوه على جبل اسمه جرسين. فهو تيروح لأورشليم، عادة لما واحد تيفوت سامارية أو قرية سامارية، واحد يدور حوله لأنه ما كان يريد يشوفوا بعض، ما تيقضوا بعض. بس يسوع باعت اثنين وقال روحوا وحضروا تنبقى هونيك وبعدين تنكمل. فهذول راحوا وسمعوا الناس هونيك أنه معلمنا يسوع المسيح بده يبقى هون، فهن في خدمتنا. ما تصوروا أنه هذا يكون الرد الفعل، فما قبلون لا معلم ولا هذول اللي بعتي. فأجوا ورجعوا لسيدنا يسوع المسيح وهن محمسين والحرارة رفعت، ويقولونه يا رب تريد أنه نطلب مشان يجي نار من السماء تحرقن هذول؟ شوفوا لما الغيرة تكون مش مظبوطة، حتى المواهب الإنسان يأخذها بالحياة ممكن يستعملن بشيء سيء. لأنه في ناس كان عندن الموهبة مثل إيليا النبي في عهد القديم، لما صار تحدي بينه وبين كهان الأوسان، فحطوا ذبيحة وكل واحد بيطلب لأنه تجربون تشوفون من هذا الإله المصبوط الحقيقي. فقال لن أنت تصلي وأنا تصلي وتنشوف إذا ألاك الرب تبعت نار، وإذا تبعي تبعت النار، وتنعرف أنه إذا ألاك ولا إلهي. فهون بعد صلوات من هالناس الخدام هالأوثان ما مشي حاله، ما جابوا نتيجة. ف النبي إيليا لما طلب اجى النار وحرق الهيكل والذبيحة كلها. فهذا مثل كان انه في ناس عندهم مواهب، بس ربنا وإلهنا سيدنا يسوع المسيح يعلمنا بهذا المقطع انه هو ما اجى حتى يهلك الناس، عاد اجى عشان يعطيهم حياة ويوبخهم ويقول ما تعرفون اش روح في داخلكم. وحبيت شوية نتأمل في الغضب. هن بيفكرون انه كغاروا على يسوع وشلون هالناس ما استقبلوه، بس في نظر ربنا هذا الرد الفعل مو مظبوط. ويقول معلمنا يعقوب انه الغضب غضب ما بيسبب شيء مرضي لربنا. يعني الانسان
اللي يتنرفز ويتعصب في هذيك اللحظة لازم نعرف انه ربنا مو راضي علينا. فشو راح نعمل اذا لانه الحياة فيها مواقف وانواع واشكال وتجارب انه لابد انه واحد يصير في مواقف شوية الحرارة تعلى، بس ايش راح تسوي في هيك مواقف؟ طبعا كلنا مدعوين نتعلم منه الوديع متواضع القلب، راح ناخذ رياحه لنفوسنا، هذا وعدنا فيه، دائما نتعلم منه، دائما نلتجي لكلامه صليب المقدس حياه القديسين عشان نقوى وناخذ فكره اللي تقودنا بالحياه. فهذول يفكرون انه عم يعملوا شيء كويس، لكن سيدنا يسوع المسيح عم يوبخن انه هذا الشيء مو مزبوط وهو مو فرحان بهذا الشيء. بالوعظة وللجبل حتى قال انت سمعتم لا تقتل، لكن انا اقولكم اللي يقول لاخوه يا احمق يستحق نار الجحنم. يعني اذا جرحت اخوي الانسان او اختي في كلمه تنحط بنفس الميزان كهذول القتلة. سؤالنا كلنا نقبل هذا الشيء على حالنا انه نحط بميزان القاتلين؟ طبعا لا. فمن هيك لازم نكون منتبهين كثير. بس بنفس الوقت هذا المقطع اليوم يعطينا رجاء. ليش؟ يوحنا ويعقوب ايش صار منهم بعد كم سنة؟ صاروا مبشرين عظيمين، بس أهم شيء أنه خلوا حالا عن سيدنا يسوع المسيح، كانوا قريبين منه، ولما روح القدس نزل عليهم كمان أعطاهم مواهب وقواهم. وهيك نحن كمان دائما لما نكون قريبين من أسرار سيدنا يسوع المسيح بيعطينا محبته ونعمته بشكل خاص في الأسرار بكلمته المقدسة وكل وسائط روحية اللي عطانا مشان خلاص نفوسنا. فنرجع لسؤالنا، الإنسان شو يعمل لما يصير في مواقف صعبة والحرارة تعلى شوي؟ أريد نركز على شغلتين، وهل نقطتين تصير في كل علاقات زوجية، أصدقاء، في المدرسة، أي ما يكون. ركز على نقطتين وبس، طلعت برات هالنقطتين ضيعت الطريق. أول نقطة سهلة يا واحد يعمل، أنا وأنتي صارنا شيء مع، يعني صار شيء بيناتنا، أول نقطة أنه أنا أعبر إيش صار في هذا الموقف، هيك وهيك صار لما رحنا لهونيك، ولا انت فلان شيء تصرفتي. يعني هاي اغلب الاوقات، مو كل مره بس اغلب الاوقات تكون سهله انه واحد يقول ايش صار. النقطه الثانيه شوي اصعب، لان السؤال شيء اسهل بس الرجال شوي اصعب، واحد يحكي مشاعره، يعني لما هيك وهيك صار يا اخوي، لما هيك عملت أو لما هيك عملتي. النقطة الثانية أنا أخذته على خاطري، أنا تعصبت، أنا انقهرت كثير. هذول يعطونا مجال نوصل لنتيجة في الحكي، لكن إذا بلشنا في النقطة الثانية ونحس إنه الحرارة عم تعلى من داخل، هون رد الفعل إنسان معروفة ولا غير معروف إنه ما بده يكمل. فنحن لازم نركز على هالنقطتين، شو صار وإيش حسيتم. سيدنا يسوع المسيح له المجد يقول الحق يبرركم أو الحق يخلصكم. فأنا لما أكون صريح مع أخوي الإنسان، لما أكون صريح مع نفسي، هو بيريحني، هو بيريحنا كلياتنا. حتى إذا أخذ شوية
هي حرارتها علت معلش اخليني على هالنقطتين واقول له انا اسمعك انا اسمعك. لما نسمع لبعض نوصل لنتيجه. اغلب الاوقات ما سمعنا على بعض، وحتى اذا سمعنا ممكن انا فسرت غلط، بس بهالنقطتين انا اعطي امكانيه انه شو صار من ناحيتي انا، بل انت من ناحيتك ما تشوفها بس انا من ناحيتي، ولازم انت تحترم مشاعري نظرتي. مو شرط انه تتاكد 100% تقدر كمان تقول لي انا اسمع لك يا ابونا بس في هالشغله مو مضبوطه، فانا كان قصدي هيك. فهون نبقى دائما في حكي محترم لما نبقى على هالنقطتين. واحد يقدر يضيف كمان الثالثه اذا واحد يحب يريد، يا ريت ما تعمل هالشغله كمان مره. ودائما نحن نلتجي للكلمه الروحيه لحياه القديسين الصليب المقدس والى اخره، ودائما نصلي من اجل بعض. اريد انهي هالوعظه بقصه حقيقيه صارت مع شخصين كانوا ماشيين لدير، واحد منهم ابونا وواحد ديرويو يعني رهب. فكانوا ماشيين بالطريق، وهذا الأبونا عم بيقول للديرويو الراهب، قال أشو يا ديرويو أشو أعظم شيء في الحياة؟ هذا فكر فكر، قال الواحد يحب أعدائه. أبونا رد له قال لا، مو هذا الجواب المضبوط. حتمر معناته أشو أعظم شيء؟ إذا واحد ضربك على اليمين تحتيه اليسار، هيك قال الراهب. أبونا سمع له قال له كمان ما جواب مزبوط. هذا احتار أكثر، إذا مو واحد يحب أعدائه، واحد يضربك على اليمين تحتيه اليسار، واحد يبيع ماله كله ويعطي للفقراء. قال ما حذرت. مشيوا مشيوا، هذا فكر ما يعني ضاع، ما اعرف ايش الجواب كريد ابونا. فقال له يا اخوي الراهب، اذا هلا نحن كنا احنا ماشيين وتنروح للدير، شو الاعظم؟ نحن نوصل للدير ونزل مطر ونحن كلياتنا مي، وندق باب الدير وصاحبين الدير يفتحون ويسكروا بوشنا ويقولوا انا من انت شغلك الاشبهه، ونحن في هذا الشيء ونكون فرحانين ومشكورين ونقول ما كان يستحق انه هذا الشيء يصير معنا من اجل سيدنا يسوع المسيح. يعني الراهب هو جواب كويس، بس هذا الابونا دمج هذول الثلاثه كلهم بهذا المثل اللي ممكن يحصل. هذول صاروا اذا هذا الحدث صار نوع من الاعداء. حبوا اعدائكم، ضرب اللي يضربك على اليمين يعطيه اليسار، هي كمان ضربه في معنويات الانسان. حدا يسكر الباب، بيع ماله ويعطيه للفقراء. كثير مرات الإنسان يشوف شخصيته أغلى شيء في الدنيا، فهي كمان كانت ضرب في هالنوع الغنى. فهذا الأبونا لخص هذا المثل وعطاه هذا المثل حقيقي. وأين وداه؟ وداه للكتاب المقدس، الجواب الأخير اللي مربوط في كلمة سيدنا يسوع المسيح طوباكن لما يضطهدوكن ويقولوا كل كلمة سيئة عليكم من أجلي، افرحوا أجرك كبير بالسماء. نطلب الصلوات وبركات القديسين يكونوا معكم ومع الجميع، وربنا يبارك بكم.